اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء اللي دائما معنا في هذه الجولات الليليه. مرحبا بكم معنا في هذه الجوله الليليه اللي من خلالها غنكتشفوا معكم وتكتشفوا معنا الاجواء كيفاش كتمر بالليل في ظل حظر التجوال. واكيد نتحاوروا معكم في لي كومونتير ديالكم، نشوفوا الاراء ديالكم حول هذه الازمه اللي ولينا عايشين، وكذلك حول عدم التزام يعني بعض المواطنين بارتداء الكمامات ديالهم. يعني شنو وجهه النظر ديالكم في هذه المساله مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم معنا في هذه الجوله اكيد اللي هي دائما كتكون معكم ليليه. اكيد ما فهمتكش اخشي نهى، قلتي لنا شنو هذا؟ ما فهمتكش. ويا خويا ظريف، كاين البرد خويا ظريف، البرد قارس في كازا والدنيا خاويه. الله يرفع علينا هذا الوباء اخويا، وليله سعيده لك اخويا. ياك خويا جنتا خدام ليلة، اكيد الناس اللي خدامين بالليل هما اللي كيحسوا يعني بالاجواء ديال الليل. الله يسر لك الامور خويا ظريف، الله يسهل عليك، وليله سعيده عليك، وبالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق. حنا خدامين اخي كريم، حنا هذه خدمه ديالنا اخي. وتحيه ليك اخي ابراهيم، وتحيه للناس ديال ازيلال، تحيه كبيره لكم من الدار البيضاء. ويا اخويا كازا عندها الحلاوه ديالها بالليل، كيف ما كتشوف ساخ. شوف دلة الجائحه هذه كيف ما كتشوف، يعني عندها واحد لو شارم زوين. كازا خاويه بالليل بنهار، اكيد انا كل شيء كيخرج، كل شيء كيلقى الدنيا عامره، سيركيلاسيون يعني الناس كامله خارجه. يعني ما كتقولش حنايا راه في حاله وبائيه كتعيش المدينه. ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. السلام خويا ميلود، تحيه ليك. احنا دابا في حي مولاي عبد الله خويا ميلود. عادي خويا كريم، لا يخطيك، تحيه ليك اخويا. راه ضاحكين بطبيعه الحال، حنا كنستانسوا ببعضياتنا بطبيعه الحال. خذ راحتك. الله يا ودي. الاخ ظريف كيقول لنا الحمد لله على هاد الازمه في صبر جميل، يقول الله ونبلوكم بشر وخير وفتنة وتصبرون. اللهم امين، اللهم امين. كذلك اخي ظريف كنتمنوا من الناس فقط يصبروا ويلتزموا بالتدابير ديالهم، وان شاء الله كل شيء غيدوز بخير وعلى خير. فقط هادشي طول والناس تأزموا بزاف. يعني دائما ملي كتبغي تحس بواحد الانسان خصك دير راسك في بلاصتو. كتكون انت خدام يعني كتخرج من العمل ديالك، انت معين على واحد الاسره، كاين اللي عنده والدي عاد الاسره ديالو الصغيره، حتى كيلقى راسو خارج عنده يعني دي زونكاجمون كيخلصهم يعني كل شهر، تلقى راسو خارج ما بقاش كيتخلص، ما بقاش عنده خدمه. دونك وهادو رحلات بزاف بزاف وبزاف وبزاف، كاين اللي تطرد للشارع، كاين اللي خرج للزنقه، وحنا زعما حالات مشينا عيناها. دونك الله يدير شي شاويل ديال الخير، والله يرفع هذا الوباء، اللهم امين ان شاء الله يا ربي، وكل واحد يرجع لحياته الطبيعيه اللي كان فيها. ما كنبغيو حتى شي واحد ضرر. وتحيه لك كذلك خويا وصلاح من الدار البيضاء، وتحيه للناس ديال تمارا. خويا نابولي الله يرفع هذا الوباء، والله يجيب شي تشيوه من عنده، وهذاك الشيء ديال الله
الناس كامله راه كتدعي لله و باش ان ربي يرزقنا علينا الرحمه ديالو. البلاد محتاجه للشواء باش بزاف الحوايج تقاد، على الاقل بعدا ترخى شويه الخضره حتى بالنسبه للناس اللي كيمشيو يتقداو، وهذا ترخص عليهم شويه الخضره اللي شفنا هاد الايامات ولات الخضره شويه غاليه، ويعني ماشي بالطاقه الاستيعابيه ديال الكثير من المواطنين. دونك كنتمناو ان شاء الله يكون الخير، هادشي اللي كنقول. ويا اخويا كريم بحال الاجواء ديال العيد الكبير كتكون كازا خاويه، الليله ديال العيد الكبير بالضبط كاع، عندك الحق. الله يرفع هذا الوباء اخي، الله يرفع هذا الوباء. سلام خويا حميدو، تبارك الله عليك. تبارك الله على خويا فؤاد. السلام خويا محمد من ايطاليا، وتحيه للناس ديال ايطاليا، وتحيه للناس ديال المنطقه ديال فيرونا من الدار البيضاء. اللهم امين اخويا كاريموف، اللهم امين. خونا سيمو كيقول لنا ما عندك ما يدار خارج في هذه الليله، هذه خدمه ديالنا خويا سيمو، حنا كنبداو في الليل، دونك حتى شي واحد ما كيدير واحد الحاجه هو كيديرها غير هكاك، دونك يعني العمل عباده. وكيف كنقول لك اخي سيمو، الناس ما كتحس بهم حتى كتكون في البلاصه ديالهم. راه كاينين بزاف الناس اللي كيخدموا في هذا الوقيته هادو، لا من رجال الامن، لا من يعني الوقايه المدنيه، لا من الاطر الطبيه. دونك كاينين بزاف يعني القطاعات اللي هما خدامين دابا، وكاينين بزاف الناس اللي هما كيسهروا على الراحه ديال المواطنين. دونك كيقول لك ما تحس بالانسان الا وانت تعيش في بلاصتو، هادشي اللي كاين. اللهم امين خويا حميدو. خويا فؤاد، الناس ملي كيجيو كيقولوا شي كومونتير كيكون بناء، كيكون شي حاجه اللي كيستافدوا منها كلشي. دابا انت اخويا فؤاد كتقول بحال هاد الهضره هادي، وتخيل دابا معاك كتفرج فينا الوالده ديالك ولا الاخت ديالك وكتشوفك كتهضر بهذا المستوى، حشومه اخويا فؤاد. ولكن شي صغير الله يهديك، راه خصك تكون ناعس دابا باش نقول لك. الله يهديك، هادشي اللي نقول لك. تحية ليك الاخ صوفيا، وتحية للناس ديال ايطاليا والناس ديال الجالية المغربية، وتحية للناس ديال فينيسيا اكيد. كنتمناو ربي يرفع هذا الوباء باش ترجعوا للبلاد ديالكم ان شاء الله سالمين. تحية كادي، تحية اكيد الاخ اسيم من المانيا، وتحية للناس ديال المانيا من طبيعة الحال. تحية للناس ديال السعودية من الدار البيضاء، الله يرفع علينا هذا الوباء. بهذا مشاهدين الكرام غنهيو هذا البث المباشر في بث آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء، تبارك الله عليكم.
والله يرفع علينا هذا الوباء، وما نساوش دائما انكم تحتاطوا وتلتزموا بالتدابير الوقائيه اللي كتحط عليها وزاره الصحه، اللي هي الكمامات والمعقمات ديالكم، وتحافظوا على مسافه التباعد، وان شاء الله ربي ينزل علينا الرحمه ديالو ويرفع علينا هذا الوباء ليله الجمعه، والله يسهل على الجميع، وتبارك الله عليكم.